السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله غادي نقدمو هاد الصابلي، هذا على بصابلي والعجينة السكرية ملون باللون البرتقالي. كنتمنى يعجبكم. تابعوا معايا الطريقة ديال التحضير ديالو والمقادير. على بركة الله بالمقادير، عندنا هاد الصابلي على هاد الشكل هذا اللي كنا طبعناه بهذا المرشم هذا، وكنحتاجو هاد المرشم هذا للعجينة السكرية. عجينة السكر عندنا في اللون البرتقالي واللون الأبيض، عندنا عقيق للتسهيل خاص بالحلويات، وعندنا لاباج ملمع ديال الحلويات، وعندنا هاد البيستولي صغير على هاد الشكل هذا، وعندنا قالب خاص بالحلويات. العجينه ديال السكر باللون البرتقالي والبيضاء حنا دلكناها، دابا كنطرقو بطريقه ديال التسهيل. كناخدو نفس المرشم باش طبعنا الصابلي، كنرشمو بحال هكا، كنطبعو جوج لكل صابلي، كنطبعو جوج. هذا الشكل هذا، كناخدو صابلي ندهنو صابلي بالنباج، كندهنوه كامل، كنلصقو الصابلي ديالنا، عاد كنحاولو نجيبو أنا السنينة ديال العجينة مع السنينة ديال الصابلي باش يجيو متقاربين على هذا الشكل هذا. كنجيو هنا كنديرو غير نص فوق هاد عجينة السكر بحال هكا، وكنجيبو تاهما سنينة متقادين، وكناخدو هاد الجهة اللي ما فيهاش النباج كنلويوها، كتجي بحال هكا لوية بحال هكا. في الوسط كنديرو حنا وريضات، عاد كندهنوها دابا من بعد ما لوينا العجين، كندهنوها ندير هنا وريضة من هاد الجهة، وريضة في الوسط، وريضة في الجنب ديالها ديال الحليوة. هذا هاد الشكل هذا، كنتقبوهم باش كنديرو العقيق ديالنا هنا فيه. هانتوما كيفاش كتشوفو الشكل ديالها. الصابلي ديالنا ها هو وجد، كما كتشوفو الطريقه ديالو سهله. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم شاركوا في القناه ديالي، وديروا لايك للفيديو، وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. وفي انتظار جديد كنقول لكم سلامه.